شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي البحث الرئيسي لاداره الشؤون المعنويه للقوات المسلحه بعنوان تنميه وتطوير الشخصيه العسكريه داخل المجتمع العسكري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنه والذي ياتي في اطار خطه الانشطه البحثيه للقوات المسلحه للعام البحثي 2022 2023 وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين وألقى اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز الأسريجي مدير إدارة الشؤون المعنوية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بمنظومه العمل المعنوي والنفسي للقوات المسلحه مشيرا الى ان اهميه هذا البحث تاتي في ظل التحديات والمتغيرات الراهنه. شارك في اعداد البحث نخبه من الباحثين العسكريين والمدنيين في العلوم النفسيه والاجتماعيه وانتهى البحث بتقديم عدد من التوصيات والمقترحات لتنميه وتطوير الشخصيه العسكريه بما يواكب كافه المتغيرات والتحديات. وفي نهايه البحث نقل الفريق اول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه للحضور مقدما الشكر لاداره الشؤون المعنويه وكافه القائمين على اعداد البحث كما اكد على حرص القوات المسلحه على الاستفاده القصوى باحدث ما وصل اليه العلم بمختلف التخصصات والعلوم للارتقاء بالشخصيه العسكريه بما يمكنها من تعظيم المردود الايجابي. خلال التفاعل المجتمعي واستمع القائد العام للقوات المسلحه لاراء واستفسارات الحاضرين وناقشهم في كل ما يدور باذهانهم في مختلف الموضوعات المحليه والاقليميه والعالميه مشيدا بما لمسه من فهم وادراك صحيح لكل ما يدور من احداث ومتغيرات وتاثيرها على الامن القومي المصري